تبت يد الأعداء والأشرار إذ أرسلوا صاروخهم لدياري، وعلى رياض العز صوب حقدهم، فرموا بألعاب وليس بنار. ظنوا بأن الأرض مثل ديارهم بيعت ببعض الجاه والدينار، ظنوا الرياض رخيصة وقريبة، هيهات قوب أن يهد الذار. تلك الرياض وهل نسيت سموها أم قد بليت بلوثة الأفكار؟ أرسلت صاروخ الهوان فصده جند الإباء وعسكر الإصرار. والله حامي الأرض قبل جيوشنا، وكفى به من قادر جبار. وتبددت كل الصواريخ التي قد أطلقت من خائن غدار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.